تغيير موعد ومكان كأس العالم للأندية. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم من جديد. نقل كأس العالم للأندية والذي كان مقرر إقامته في ديسمبر المقبل من اليابان إلى قطر أو الإمارات كشفته قناة الأهلي أمس، حيث عبر الإعلامي إسلام الشاطر والذي أكد أنه من المقرر أن تقام البطولة التي يشارك فيها النادي الأهلي بصفته بطلا لدوري أبطال إفريقيا للنسخة الأخيرة في قطر أو الإمارات، وتغيير موعدها للعام المقبل بسبب الارتباطات الكثيرة خلال تلك الفترة والذي سيحول دون إقامة البطولة في ديسمبر. نقل كأس العالم للأندية، فسره إسلام الشاطر قائلا: كأس العالم للأندية سيتم نقلها من اليابان إلى أبو ظبي أو الدوحة، وتأخير موعد الانطلاق لفبراير القادم، وهذا مؤكد بنسبة 95% والإعلان خلال أيام. وأشار إلى أن القرار جاء بسبب تعارض موعد كأس العالم للأندية مع البطولة العربية والتي تقام تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، حيث أعلن الفيفا في وقت سابق مواعيد إقامة كأس العرب والتي تقام في قطر في الفترة من 30 نوفمبر حتى 18 ديسمبر، ويشارك فيها المنتخب الوطني الأول بقيادة حسام البدري. في المقابل أعلن الاتحاد الياباني أن مونديال الأندية سيقام في الفترة من 9 ديسمبر المقبل حتى 19 من نفس الشهر، ولكن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لم يعلن أي شيء عن مواعيد بطولة كأس العالم للأندية حتى الآن، وهو ما يزيد من احتمالية تأجيلها بالفعل لأنه هو المسؤول عن التنظيم. يشارك النادي الأهلي في هذه البطولة ممثلا عن القارة الإفريقية بعد فوزه ببطولة دوري أبطال إفريقيا في النسخة الأخيرة والتي فاز بها على حساب فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بثلاثية نظيفة. كما يشارك أيضا تشيلسي الإنجليزي في كأس العالم للأندية بعد أن فاز بلقب دوري أبطال أوروبا في النسخة الأخيرة على حساب مانشستر سيتي. شكرا لكم مشاهدينا، ولا تنسوا أن تدعمونا بلايك للفيديو والاشتراك في القناة مع تفعيل رمز الجرس ليصلكم منا كل جديد. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.